مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. I hope you're well and have a wonderful day. This is our verb 39 and our verb for today is صحح. صحح. صحح, which means to correct, mend or amend or rectify. Let's have a look at the past tense. أنا صححت. أنت صححت. أنت صححتي. نحن صححنا. أنتو صححتو. هو صحح. هي صححت. And finally, هن صححوا. The be prefix present tense, أنا بصحح, أنت بتصحح, أنت بتصححي, نحن بنصحح, أنتو بتصححوا, هو بيصحح, هي بتصحح, finally, هن بيصححوا. The future tense, رح صحح, أنت رح تصحح, you will correct, أنت رح تصححي, نحن رح نصحح, أنتو رح تصححوا, هو رح يصحح, هي رح تصحح, هن رح يصححوا. مصحح, مصحح, مصحح. التصحيح, التصحيح, التصحيح. صحح, صححي, صححوا. The active participle, مصحح, مصححة, مصححين. A number of examples for you. أنا رايحة صحح أوراق الطلاب بعد شوي. تشربي شاي معي؟ أنا رايحة صحح أوراق الطلاب بعد شوي. تشربي شاي معي؟ I'm going to mark the students' papers in a while or in a bit. Would you like to have a tea with me? التصحيح بياخد وقت. التصحيح بياخد وقت. Marking takes time. بعد الخطأ يلي عمله جون هو رايح يصحح كل شيء. بعد الخطأ يلي عمله جون هو رايح يصحح كل شيء. After the error John had made, he's going to rectify everything. نحن كلياتنا رح نشتغل سوا بالتصحيح مش لحالي. نحن كلياتنا رح نشتغل سوا بالتصحيح مش لحالي. We all of us going to do the marking. It's not just me. ما بقدر اطلع على القهوة لأنه عم صحح أوراق طلابي. ما بقدر اطلع على القهوة لأنه عم صحح أوراق طلابي. I can't go to the cafe because at the moment I'm marking my students' papers. Let's have a look at the present continuous. أنا عم صحح, I'm correcting. أنت عم تصحح. أنت عم تصححي. نحن عم نصحح. أنتو عم تصححوا. هو عم يصحح. هي عم تصحح. هن عم يصححوا. The near future, رايح صحح. انت رايح تصحح. انت رايح تصححي. نحن رايحين نصحح. انتو رايحين تصححوا. هو رايح يصحح. هي رايح تصحح. هن رايحين يصححوا. Again, the same examples, and we'll give them another read. انا رايح صحح اوراق طلابي بعد شوي. تشربي شاي معي؟ التصحيح بياخد وقت. بعد الخطأ يلي عمله جون هو رايح يصحح كل شيء. نحن كلياتنا رح نشتغل سوا بالتصحيح مش لحالي. ما بقدر اطلع على القهوة لأنه عم صحح أوراق طلابي. ممتاز. And with that I'll end today's tutorial. Thank you very much for watching. Hope you found this tutorial useful. Till next time, stay safe. مع السلامة.